بيحصل تزاحم في الاسنان عشان تقفل المكان الموجود ده، فبيبدا بعد كده يحصل مشاكل ان احنا ما بنعرفش نمضغ كويس الاكل، بيحصل مشاكل انه زي مشاكل كده في الفك بتاعنا، يعني ممكن يجيب بعد فتره يقول انا بدات يحصل لي صداع، انا عندي المفصل بتاعي بقى فيه صوت طرقعه. فدي من المشاكل اللي بتحصل اللي قدامها دايما ان احنا بنقول ان احنا لازم نعوض الاسنان بعده طرق للحفاظ على المسافه. تالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة هو تقويم الأسنان للأطفال. دلوقتي الحمد لله ان احنا بقى عندنا اباء وامهات بقى يهتموا كويس قوي بالوعي انه الاطفال لو في اي مشكله عندهم يبداوا يحلوا المشكله من بدري. زي ايه؟ زي انه ساعات كتير قوي ساعه التبديل ما بين الاسنان اللبنيه والاسنان الدائمه بيبدا انه في تزاحم برده في الاسنان الاطفال، فبتيجي الام او الاب يقول لك هو انا ابني هيحتاج تقويم ولا لا. وطبعا دي بتبقى حاجه كويسه جدا انه ان الاب او الام يهتموا ان هم لو في مشكله عند الطفل يبداوا يحلوا المشكله دي من بدري. زي ايه؟ زي اما بيجوا فتره زي ما قلت كده بيبقى فيه تزاحم في الاسنان، بنشوف بنعمل كشف للطفل نشوف اذا كان هيحتاج تقويم في وقت معين ولا لا. بس في حالات انا دايما بحب ان انا انبه الاهالي